وشنو مفرحات حياكم الله متابعينا اليوم في ديربي العاصمة، ديربي الغضب، مو فريقين اليوم، اليوم ابدا مو فريقين، اليوم في جيشين زبدة، في مطاحن، في ضحك بيصير في الملعب، نشوف توقعات الجمهور، نشوف توقعاتهم اليوم على الديربي، حياكم الله. انا اليوم ابي اشوف مين بينطق، شوف في النهاية في واحد زبدة بينطق، انما ندري. الله يجيب العوائد سليمة يا رب. تعالي وش هلال ان شاء الله 3-0 اللي يسجل 5 ولا 3 5 6 عشان 6 7 على رجع ثلاث ان شاء الله اليوم وش تسجل اليوم علمني والله انا مع الشيخ بجاد هذا نصراوي وانا مع نصراوي والله والنعم الله يخلي لك يا امين يا رب العالمين توقعاتك اليوم كم والله نقول 3-2 لمين يلا انا اخذ معك اللقاء انا قلت عادل والله اي والله حينك يعني ايوه تعادل انا ما ابي اقل خسائر لا ان شاء الله 3-0 باذن الله للهلال راعي بالله توقعاتك اليوم ان شاء الله 2-1 2-1 ما نتبحث من اللي بيسجل ان شاء الله متر فيتش وميشيل متر وميشيل؟ ايه عشان يغثهم بس تدري انا ماني مطمن والله كل ده اي والله يلا تيفو شباب يلا تيفو ما اعطوني هم بشارك يلا شباب يوه سلام عليكم توقعاتك اليوم توقعاتي ان شاء الله هلاليه 2-0 او 2-1 مين اللي بيسجل؟ والله اتوقع متروفيتش وميشيل مترو وميشيل؟ ان شاء الله يا اخي انتم يا هلاليين والله العظيم ما شاء الله عليكم اي واثقين والله ما شاء الله كل شوي تفوزون كل شوي حقوا ما شاء الله تبارك الله واثقين لا لا الله يضرب ما شاء الله تبارك الله واثقين فيه الله لا يضرب وش صار على تيفو؟ تيفو جاي دحين بس خلينا شباب نايمين والله الرابطه ماشي حبيبي جاهز والشباب جاهزين والان شوف كل شيء ان شاء الله يجي يلا يا رب اوه هلالي صغير هلالي صغير السلام عليكم كيف الحال شو اخبارك قل لي مين بيفوز اليوم ايه كم 3-2 مين بيسجل يا اخي شوف يعطيك العافيه ان شاء الله تفوز يا رب من بيفوز اليوم؟ وهل غير الزعيم احد يفوز؟ طب كم؟ 4-1 يائس انا يائس ولا واحد يقول ان الهلال بيفوز ليه؟ يا اخي قلت ليه؟ الهلال معود مع الفرح صادق الله يزيد بس اقول شيء انا خايف من كريستيانو يا اخي شخصيته قويه يا رجل يا اخي والله اسمع مني شخصية الهلال اقوى من كل شيء شخصيته هو شخصيته قوية لكن شخصيته لا يقوم بكل شيء هو ما جرب شخصيته لا واليوم بيشوفه ولو خسرنا ثلاث ثلاث باقي بالصجاعة صدارة عارفين ما رانا شيء طاغين يا ولد ما نراهم شيء جيبوهم قدم المباراة قدم تكفى سلام عليكم سلطان من اللي بيفوز اليوم؟ ان شاء الله الهلال 4-2 من اللي بيسجل؟ متروفيتش هدفين ان شاء الله وسالم وسجل 4-2 بس؟ كريستيانو بخليكم لا كريستيانو في الجيب كفو والله كفو نشوف اليوم تاريخية اليوم اتوقعها تاريخية والعلم عند الله بسم الله الصلاة والسلام اليوم الهلال بيفوز 4-5 تراك تعودت انت مو عشان زحفت في الحزم 9 شوف في الجيب كم في الجيب يوصل من اللي بيسجل؟ متروفيتش ومالكم مترو مالكم انا والله اقول في فيلم بيصير اليوم الفيلم من الهلال بيفوز والله ما ادري تعودين الدوري اليوم بيحسب الدوري من بدري 7 نقاط وننام بدري وينامون بدري شوف انت هالدوري يسوون قنابل وحركات عميد العالمي انا اي واحد معه اصير معه انا الحين هلالي روح النصر نقلب على الهلال لا انا قلت جنبه
بيطق. والله النصر شغالين يا جماعه الخير. انا الحين رحنا عند النصر، انا ايش نصراوي، لا احد يعلم احد. ها انا عادي اللي يتجوز امي بقول له يا عمي. وش السالفه؟ وش صار يا عيال؟ السلام عليكم. انجلش كمان. وش تي في؟ وش تي في؟ ام سبيك انجلش نربه. How's going, sir? Very good. The match is started. The fans are going crazy. They need me to go yet. The goals will come. Two for Ronaldo, one for Sadio Mane. No problem. Good luck for the World Cup in 11 years' time. Thank you. شكراً. Thank you. Welcome. Thank you. هلال. كم؟ الموضوع تنكر. إيه؟ أنا هلال. بس الشباب كلهم نصراوية. فلي مالك أنجبر إني أكون معهم. جاسوس. لا يا رب الرجال يقول كذا يا رب. مترو جول يا رب. لا 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 نصراوي انت الحين نصراوي. الله يرزقنا الله يرزقنا. نصراوي توقعات كم كم اليوم؟ 2-1 ان شاء الله. مين؟ النصر. مين اللي مسجل؟ رونالدو. كلها شبيه ايوه باذن الله. يعني بعد المباراه ان شاء الله 3-1 ولا 3-2 ان شاء الله. نصراوي 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 يا حكم فاول 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 ها وين 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 يا عيال وناسه ها ها. الله يا رب يا ربي يا رب ادعي ادعي ها ايه ويلو ويلو انا ايه عايش كلا. مين بيفوز اليوم؟ انا بيفوز النصر ان شاء الله. قال يلا يلا ان شاء الله. ها عيال والله الطلب هنا جامد. والله حق الطلب. يا ابوي انت من النصر ولا لا انت؟ ليش البله دي؟ ركز جول 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 اي جول. ها ها النصراوي اليوم حتى. يلا يا رجال ها حكم صافي نصراوي. انا كل يوم نصراوي. لا تتابع الحلقة أنت اليوم. لا تشوفها. ليش؟ لا ما راح ننزلها. ليش؟ ما تشوف. في أسباب. تعرف الزبدة. الله يستر. أنا قايل اليوم قاش. مش متفائل. ليه؟ الهلال يخوف يا. لا ما يخوف الهلال. يخوف كل الحالة. يخوف. لا أيوه أي نصران ما يخوف الهلال. اثنين واحد. للنصر 3-2 بالهداوة. ايوه يا اخي انا من شفتك قلت عاقل. واحد باذن الله باذن الله هذا بين كريستيانو وواحد عند اليسكا. دقيقه ايش هذا عاقل؟ ها انا عاقل اي عاقل حرام. الله جمهور اليوم الهلال يخسر باذن الله. الشوط الاول بيخلص يا عيال ما جبنا جول. انا شفت هذه قلت محنك الولد. تعال تعال اجلس. ايه اللدون عاد. شوف انت. ايه هدوا عاد. ها اليوم كيف؟ باذن الله تعالى فوز النصر ان شاء الله. ان شاء الله. هلا هلا. من بيفوز اليوم؟ نصر. كم؟ 2-1. من تشجع اليوم؟ بيني وبينك؟ ايه. هلال. انت جاسوس؟ اصبر علي. يا رابطة. لا. من اللي بيفوز الليلة؟ والله فاز من فاز. ايه. خسر من خسر. انما المؤمنون اخوة. صح. تعالى. واتوقع ان شاء الله
انا توني هلالي جايب لكم اتوقع ان شاء الله هذا واحد حتى الجاسوس يعني ما كفتكم من درجات دي جايين تحاشرونا يا رابطة كم تدفع كم تدفع 21 ها 21 21 راحت 20 20 اي مو بشيء حول حول بحول لك رقمي انت في بي ها ما ما تعاون حساسية عاد اي احد اي احد يلا الله يعطيك العافية موفقين السلام عليكم لا توهقني انا هلالي ترى يا وشيكم يا حيا وشيكم والله هلالي مليانين انتم هنا مرة هذا واحد لل ايه صرح ايه خالي قلنا مدرجات هذه كلها مدرج كلها فرسان هنا فرسان بس كلها فرسان بس هنا كلهم فرسان ما عليه فيهم انا خالي ما عليه فيهم خليتهم يطقون 2-1 جد 3-1 قاهريني والله شبك بلاتون على طول اين صاوي صرتك يا بكيم كلكم على شبكه واحد مين تشجع اليوم؟ انا مين كم بيجي لك اليوم؟ اتوقع 9-1 9-1 يا اخي والله ان ولدك داعس اي والله الله يخلي لك يا رب بنزين ها؟ ارجع الباهر ارجع حكم رونالدو يلا نجيب كل مكان الهلال نادي تحكيم نادي تحكيم والله لو الحكم ما حمل نفوس ها 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 لا هذه حقتي هذه حقتي ها شوف بعدين اقطع حقتي دي حقتي قل يا رجل الكلمه الوحيده بس النادي تحكيم الهلال ونشوف بعد المباراه تريسكا ياخذ باذن الله 0 ان شاء الله فايز النصر ان شاء الله باذن الله باذن الله مشيئة الله بإذن الله قالك أنت بدوني سجل ادع معنا أنت عاطس يا رب ساندنا يا رب ساندنا بس يا رب ارزقنا يا رب رح عند الكعبة الله دمعهم الدبابة ذا الصربي من هو هذا الثقيل من دويسة ايوه يبين الربطة لا اشرب الثقيل ذا اشرب ابشر يلا يلا جاي اليوم جاي مرحبا صدنا يا عيال كفا حياك الله يا مرحبا كفار صار الله يعافيك توقعت اليوم والله الامانه المباراه شوي فيها صعوبه من التوقع ايه وان شاء الله كنت اتمنى نصراويه يا رب والناس اللي حضروا ان شاء الله الشوط الثاني طيب صفر كنا في بلنتي اكيد كل مدرب له تكتيك بالشوط الاول طيب الشوط الثاني راح تفتح بس متفائل اكيد انا ما جيت الا متفائل بس باذن الله اليوم ان شاء الله وعدتك الاول يا حبيبي الله يعطيك العافيه فاموس كريستيانو فاموس الليله نصراويه وباذن الله راح نمحي كل اثار الهليه السابقه من اليوم راح يبدا جيل جديد للنصر باذن الواحد الاحد راح نكرر السابق زمان راح نكرر صيدليه ولا فوق والله شو اسوي اصلا انت حاضر براد الله يكون بعونك والله الله يعافيك نورين يلا 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 انا هلالي انا بهلالي انا انه ما ندري ايش السالفه هلا ابوي ما جاء هدف للحين لم ياتي هدف يلا 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 والله توتر بس هذه الهجمه بس والله واضح انك متوتر بوم خلاص المهم نبغى يلا والله كنا متفائلين 3-0 لكن في وقت في وقت متري وهاتريك طيب في وقت ان شاء الله ان شاء الله 1-0 اوكي 1-0 اهم شيء نفوز اهم شيء نفوز لا الفوز بسلم على امي السلام عليكم كل الزراق ذا ما تعرف احد والله ما اعرف احد والله شو غرقان انا وانا اخوك والله ما اعرف احد ولا اي احد اعرف رونالدو رونالدو معروف تعرف اني ضدك ما ادري من معنى احلى هلالي قابلته الله يعطيك بالعافيه خلينا الرجال واقف كنت على خير تنساني كلمه بس كلمة
توقعاتك؟ صلاح النصراوي. ان شاء الله علي يلعب زين هو يفوز، ان كانوا نصراوي ولا هلالي. تفهم؟ علي يلعب زين. ايه. اللي يعدي يستاهل. اللي يعدي يستاهل الفوز. يستاهل. مبارك. كل اي والله. كلهم فريقين من المملكة. عينين فراح. اي والله. احب الديمقراطية. الله يسلمك. تمخرج. يطول عمره جاب علي. توقعاتك؟ في هدف للهلال. بعد خمس دقائق ست دقائق خمس دقائق ست دقائق ما عليه ان شاء الله بنسجل ان شاء الله وش ذو مفرحات جزوز زعلان ينزل ينزل خمس دقائق يجي هدف الدقيقة 24 قلت لك يجي هدف اسمع ها مخاوي انت لا بالله ابي اشوف بترسم ولا لا ترسم والله والله ما ادري وش سالفة وانا التوتر عندي عالي جدا بس بعد الهدف هذا إيه؟ ريح التوتر حق اسبوع الحمد لله الحمد لله انا ما نبي الا راحك هذا اهم شيء اي والله ثانيا راح ابارك لك على الفوز باذن الله بعد هذا ان شاء الله هلالي انت ايش تبي؟ ها؟ قل لي قل لي هلالي معكم هلالي انا معكم إيه؟ الله يبارك فيك معكم معكم انا اليوم ولدكم ولدكم أبد. انت ولدنا انت اخونا ولدكم اللي تجوز امي بقول له يا عم بس سجلتوا انا هلالي بس خلاص بس كم تبي مباراة تنتهي اليوم؟ إن شاء الله تنتهي 3-0 كم؟ 3-0 كاتبها 3-0 يعطيك العافية الله يعطيك شكرا يلا يا شلون جيت هنا أنت؟ ها؟ أنت جاسوس عندك واسطة شايفك من النصر جاي من الهلال أنا هلالي يا أخي عادي إنك هلالي بس مهجون ناخذ مرة بس ما يلقيني إلى المكان ذا هم كانوا بيطقونك وش صار؟ خاب يلا ان شاء الله ظلنا الفوز لا 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 بس هلالي انا هلالي احس اني ارتحت لك بس الهجمه ما تريح والله ما تريح الحمد لله بلنتي بلنتي لا يا ابوي بدري عليك الهلال هلال هلال اي لا لا وين يا ابوي وين فرجنا وين كل نفتر هلا الطار الله من فايزين يا رجال مين هلال لا النصر هي احس هاي تسنن جاي لك الهلال يا هلال انت بطيء جاي لك الهلال يا ابوي الهلال وين قاعدين احنا قاعدين نلعب حاره ولا وين واقف قدام الكره حق واقف قدام الكره رونالدو حق واقف قدامها سكن ذا حكم سيء اليوم حكم سيء واقف قدام الكره حقه انا ليش ولا شجع الزعيم بالله وش سويتوا يا اخي ممكن سؤال مين يفوز عليكم والله ما حد يقدر طب هذا فريقي والله ما حد يقدر يفوز عليه فريق هذا لو انت من اخر الدنيا ما يخذلك مو بس من الامارات من اخر الدنيا ما يخذلك منورين منورين يا ابوي ان شاء الله يا ابوي انا ما جيت من الكويت للرياض عبث من بروح بيتنا مو طبيعي الديربي يا عيال صوتي راح ها ابوي مرحب في تصوير شيء ايه قاعدين نصور مباشر لايف لا نسجل تسجيل ايه اي خلاص تسمي الحين ولا ايه بس تو تسمي انت الحين ولا يعني شو اخبارك والله الحمد لله البركه هلالي الله يبارك فيك والله هلالي مبروك تعصب الله يبارك فيك مبروك والله وش سويتوا في النصر ها وش سويتوا والله الشوط الثاني خلاص شوط عطلها وشوط واحد
اي عطنا مشوط واحد ما بدع ولا شيء مو ورا بعض يا ابو الحقهم احنا ما نلعب الحق احنا نلعب على جهد الفريق وجهد المدرب وجهد والله تستاهلون والله ما قصر بسم الله الرحمن الرحيم ترى لا تحسبونا جايين نلعب لعب جايين نلعب تمارين بس هذا مو بلعبنا الصح لو لعبنا صح بنور خليكم تبكون اكثر وقت سجلوا حتى الجماهير فيهم جنون عظمه الفريق هذا متعودين ثلاثه وكلين شيت والله متعودين بالله النصر بيفوز عليه بالنادي هذا صدق النصراوي حاضر الحين بيفوز بهذا النادي صدق وكذا يكون الهلال فاز اليوم روحوا بالهلال